من السابقين الأولين، صحابية حازت المجد من كل أطرافه، صلت القبلتين، هاجرت الهجرتين، تزوجت الخليفتين والشهيدين، عاشت في مدرسة النبوة، فهي من رويات الحديث، زوجة فوق العادة، امتازت بالحكمة والعلم الواسع. لنا رواية مع الصحابية أسماء بنت عميس صاحبة الهجرتين. هي أسماء بنت عميس من أوائل من دخل في الإسلام قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكانت أسماء من الأوائل في كل شيء طيب. أسلمت وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة المنورة. الصحابية أسماء بنت عميس كانت من السابقين إلى الإسلام، كيف جاء إسلامها وماذا تعلمت في مدرسة النبوة؟ أسماء بنت عميس هي من أقدم الصحابيات دخولاً في الإسلام، فيقال إنها دخلت إلى الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فهي من أقدم الصحابيات دخولاً في الإسلام، وتربت في بيت النبوة، وغير إنها كانت بعد ذلك زوجة لسيدنا جعفر ابن أبي طالب، وأختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فهي كانت من السابقين في هذا الأمر الذي جعل لها سبقا في الطاعة وسبقا في العبادة وسبقا في الفهم والذكاء والحكمة. امتثلت الصحابية أسماء بنت عميس لطاعة الرسول وأوامر أيضا الزوج جعفر بن أبي طالب في الذهاب والهجرة إلى الحبشة، وكان لها دور كبير اجتماعي في نشر الدعوة هناك، وهجرت وهي لسه عروس صغير في السن مع زوجها، وامتثلت لأوامر الرسول وراحت الحبشة، وبالفعل هناك كانت رسول وكانت مثال جيد للإسلام والمسلمين، إنها تنشر الدعوة في بلاد الحبشة وترشد الناس للدين الإسلامي، وأسست هناك مكان جميل ونشرت الدعوة الإسلامية بشكل كويس جدا مع زوجها طبعا جعفر ابن عبد المطلب. كانت هذه الهجرة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار عليهم أن يذهبوا إلى الحبشة، فقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. هجرت الأول من مكة إلى الحبشة، وبعدين انتقلت من الحبشة إلى المدينة لتلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. الأغلبية هجروا من مكة إلى المدينة مباشرة، فهي لها هجرتين، وبالتالي ده ميزها. كانت أسماء شخصية إيجابية تتحرك حبا في الله ولدينه ولرسوله وطلبا للعلم والمعرفة الواسعة، فمنذ وصولها إلى المدينة تمسكت بمعرفة أقوال الرسول وأفعاله واستشارته في كل الأمور التي تطرأ عليها ولا تعرف الحكم فيها. موقف الصحابية أسماء بنت عميس في دعابة الفاروق عمر الخطاب عندما قال لها أنها لم تهاجر إلى المدينة وأنها كانت في الحبشة، وأيضا من هذا الموقف سميت بذات الهجرتين. كانت إحدى صديقاتها من بيت النبوة حفصة بنت عمر ابن الخطاب، فراحت زارتها في المنزل، تزامن دخول سيدنا عمر ابن الخطاب المنزل، فوجد أسماء بنت عميس وحفصة قاعدين مع بعض بيتحدثوا، فسأل من هذه، فردت حفصة وقالت هذه أسماء بنت عميس. سيدنا عمر يعني يظهر من سياق الحديث أنها كانت دعابة. نعم. فقال لها يا حبشية سبقناكم بالهجرة، يعني بيقولها يا اللي هاجرتي إلى الحبشة إحنا هاجرنا المدينة. إلى المدينة، فهي ردت عليه كمان بكلام فيه دعابة وفيه ذكاء، قالت والله صدقت، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم. نعم. ويعلم جاهلكم، وهاجرنا نحن إلى الحبشة، والله لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هي كانت مميزاتها كمان إنها عقلها كبير جدا، كمان بتعرف تتكلم إمتى وتقول الكلام بتاعها إمتى وترد إزاي، كان ممكن ترد وترد عليه، لكنها لجأت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تستفسر منه عن ماذا تفعل. ده دليل على إنها فعلا كزوجة وكمان كمحبة للإسلام، إنها بتسأل أتصرف إزاي؟
فيما كان، فرد عليها الرسول الرد المعروف الرائع: أنت ذات الهجرتين وهو ذات الهجرة الواحدة. كل الناس لهم هجرة واحدة وأنت لك هجرتين. وهنا كان هي بتذكر أسماء بعد ذلك أن أبي موسى الأشعري والأشعرة جميعا كانوا بيتوافدوا عليهم بعد كده في المنزل يتأكدوا من صحة الرواية، لأن إزاي إحنا هجرنا هجرتين، ودي طبعا حاجة مميزة جدا، إزاي هجرتين أو أفضل من هجرة واحدة، وطبعا كان حدث مهم جدا. وهنا ظهرت قدرتها على الكلام وقدرتها على الحديث وقدرتها على المجادلة بالأدب وبالإحترام. كانت أسماء واعية، تضع الشيء في موضعه، تعرف كيف تقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب في القدر المناسب مع الشخص المناسب، حكيمة في أقوالها وأفعالها. القدرة على الكلام والقدرة أيضا على الرد في الحديث، وأيضا العلم الواسع من قربها من بيت النبوة، أيضا كانت من رويات الحديث، هي كانت داخل بيت النبوة، كانت موجودة مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، وبتسأله في بعض الأمور وتسمع حديثه وتروي عنه. روت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين 39 حديث لواحد 41 حديث، ده معناها أنها كانت تتعلم بسهولة، وكانت قادرة على الحفظ، وكانت قادرة على الفهم، ويقال عنها أنها كانت كثيرة الاستفسار لما تريد أن تستفسر، دائمة التساؤل هنا. بالضبط. فضلاً عن أنها كانت حكيمة في التعامل مع أبنائها، كان لها أبناء من سيدنا جعفر، ولها أبناء من سيدنا أبي بكر، وعادة الشباب ممكن يتنافسوا فيما بينهم بكلام، يقول له أنا كل واحد يفتخر بأبيه. أيوة صحيح. وده اللي حصل في موقف من المواقف، فسيدنا علي بيسألها ترد عليهم إيه؟ أبناء جعفر بيفتخروا وأبناء الصديق بيفتخروا. قالت له لجعفر: أنت ابن شاب رائع، أما أنت ابن كهل مميز. يعني ده خير شباب العرب وده خير كل العرب. أنت عايز إيه؟ يعني أنت واخد أحلى ما في ده وأنت واخد أحلى ما في ده، فأنتوا الاثنين أفضل من بعض. تعلمت المرأة المسلمة من أسماء أن تمتثل لأمر الله ورسوله وتلتزم به مهما صادفت من متاعب ومهما كان حجم المصائب. فقد تزوجت من ثلاثة هم من خيرة رجال الأمة الإسلامية، وفقدتهم الواحد تلو الآخر، فما كان منها إلا الصبر الجميل. الأم والزوجة أسماء بنت عميس كيف كانت تتعامل مع أبنائها؟ وهنا رجحت العقل أيضا في استقبال خبر استشهاد الأزواج. في البداية طبعا هي توفى ليها الثلاث أزواج توفوا على حياتها. في البداية جعفر ابن أبي طالب هو قتل في معركة مؤتة بالفعل، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم عمل شاق في بيتها، وهي تجلس مع أبنائها، وسأل عن أبناء جعفر وضمهم إليه بحنانه صلى الله عليه وسلم، ففهمت بذكائها أن جعفر حدث له أمر ما، فقالت له: هل بلغك شيء عن جعفر يا رسول الله؟ قال: نعم، مات شهيد. وصبرت واحتسبت، وكان لها الجزاء بقى بعد كده، الجزاء انها تزوجت سيدنا ابي بكر الصديق، وفعلا انجبت منه كمان ولد هو محمد ابن ابي بكر، وحضرت وفاة سيدنا ابي بكر الصديق. ثم الفاجعة الثالثة في وفاة امير المؤمنين علي بن ابي طالب حينما قتل شهيدا وهو يذهب الى صلاة الفجر. كانت أسماء تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلقة بآل البيت جميعاً، وسمت اثنين من أبنائها باسم الرسول محمد، وكانت قريبة وحبيبة للسيدة فاطمة الزهراء. كيف كانت تتعامل الصحابية أسماء بنت عميس مع السيدة فاطمة الزهراء؟ ومن أين جاءت فكرة النعش في الإسلام؟ سيدة فاطمة ذكرت لها أنها يعني تتحرج من بعد وفاتها أن تخرج على نعشا مكشوفا فيعرف الرجال طولها وعرضها، يعني داروا يعرفوا طولها قد إيه وعرضها قد إيه. السيدة أسماء أشارت عليها بأمر رأته في الحبشة، فقالت: رأيت في الحبشة كذا وكذا. بيحطوا اللي هو الصندوق اللي هو النعش ده اللي احنا بنحطه مصدوق هو الخشبة دي، أشباب الهودج كده، أيوة، عشان نغطي بيها الجسم اللي جوه ما يبانش هو جسم مين، وفوق بيتغطى. فكانت من هنا هذه الفكرة اللي أخدتها وأخدها المسلمين بعد كده للرجال وللنساء معا، فكان لها الفضل في كده، يعني مع أنها نقلتها من الحبشة لكن انتقلت بعد كده بفضلها يعني.
ظلت أسماء بنت عميس على قدر المسؤولية التي وضعت من أجلها، زوجة لآخر الخلفاء الراشدين. توفيت وهي تصلي في مسجد بيتها لترحل المهاجرة الصابرة.